الساعة وتكتب علي شيء. أنا بس أوجه لهم رسالة، أريد أنت اليوم لا تجاوزت على عائلته وتدخل، أنا ما طلعت كتبت علي ممتنع، لا كفيلك العباس لأي حكومة هاي أسوبيكم طر زين، وأدخل بيناتكم انتحاري. هذا واحد يتجاوز على عائلتي وبعد يلعود خلي يعلقون علي، شكلون علي هذا متعاطي، هذا لفو، خلي يعلقون علي. أنا بصري أبا عن جد، وهاي الشهادة وعلي شغل عمالة، شغل عمالة متى 25000، شغل عمالة متى 25000. أنا قصر أقول لهم وحك هو الحسين اللي تجاوز على عائلتي، عندي خمس جهال أنا، وما الواحد يجي من الحكومة يتجاوز على عائلتي شيء نقوة، لا أسوي طر، لا حد يتجاوز علي أنا شيء، ونطلنا بديل نشيل ما عاصي، لا إحنا ويا التعمير كفيلك العباس أنا بيدك نسلقاحك اليومية، أنا ويا التعمير اليوم أنت لا تعطيني بديل، لا والله العظيم أشيل الآن أفلش بلوكاتي وما خليك تتعبدون، بس أنت ليش شيء إنه قاعدني بالشارع هذا يعني، هذا أنت ما سويت شيء، أنت مرح شيء إني أنا مرح أشوف لي حواسي وقعد، أنت تعطيني بديل. ساكني العشوائيات في محافظة البصرة، نحشي بالعامية بالجلفي، الشفر الأصفر يفتر على البصرة كلها وعلى العراق بصورة عامة، احنا نحكي عن البصرة، احنا نطالب بتفعيل المادة 30 من الدستور العراقي اللي هو إيجاد مسكن يليق بالمواطن العراقي. أولا نطالب المرجعية، ثانيا نطالب مقتدى الصدر السيد مقتدى الصدر لأن هو أبو المظلوم، ثالثا نطالب الحكومة المحلية اللي وعدت العالم بإيجاد بديل، هسه هم ما عندهم شيء، لا المحافظ ولا مجلس محافظة ما عندهم شيء غير التفليش، احنا نريد بناء، يا اما يجاوبون ويانا يجاوبون، اما احنا ترى التصعيد ماشي، يعني الطالب بالبديل. اي نعم، انت شلون تفلشه وتخليه قاعد بالشارع، يعني المحافظ قاعد بدار الضيافة وعنده بيتين الثالث احتياط، اعضاء مجلس محافظة نفس الشيء، البرلمانيين نفس الشيء. مجلس محافظة هذا اللي هسه جديد على اساس احنا المطالبين، اول شيء قاعدين عشوائيين صحيح، بس عندنا ناس مستثمرين، اكو مستثمر دخل المنطقة هاي يعوض الناس، يريد بديل، يريد امور زين، وقت الحكومة هاي اللي وقت الجهاد تريدنا، وقت السيد اللي قال طلعون كله جهاد، طلعنا ما خلينا مكان محافظات، ما رحنا وهي ثلاث ارباع اللي احنا موجودين، مات من عندنا، ماتت وادم، راحت وادم، لحد الان ما سوينا اي حل. المحافظ المفروض من عنده اول شيء بالساعة سأل حسين الشحماوي يقول له انت بصراوي؟ يا با انا مو بصراوي، انا عراقي، انا عراقي من حقي اعيش بالبصرة، اعيش ببغداد، اعيش بكل مكان، مو من حقي يقول له انت مو بصراوي. اول شيء انا مجاهد، وياي ثلاث ارباعنا اللي منطقتنا مجاهدين، شنو اللي حصلوا؟ كلها قاعده بالايجار وكلها قاعده حواسب، يجي المستثمر يطلع علي جيش، جيش اللي انت ما تشوفه بهذيك الرتب، الرتب طلعها على المستثمر مو طلعها علي. احنا عندنا رسالتين، ما عندنا شيء، احنا عندنا مناطق كملت بها البنى التحتيه، المناطق العشوائيه هاي تثبت، الحلول البسيطه هاي تثبت، والمناطق اللي تحتاجها الدوله تعوض ساكنينها. هسه طبعا اكيد بالتعليقات راح يصير شتائم علي وغيره، لا الكل الموجودين هاي من اهل البصره، وحتى الناس الوافدين احنا ما نقبل يجي الشفل يفلشهم وعوائلهم تظل بكاظ الشوارع، بالاخير هذا عراقي وما نقبل الا انه يعيش بكرامه. ماده 30 بالدستور العراقي اللي هم نفسهم كتبوه تضمن حق السكن الكريم لكل عائلة عراقية، وينكم عن هذا؟ مجلس محافظة شنو دورك؟ المحافظة البصرة شنو دورك؟ الآن الأراضي كلها بالاستثمار، كل الأراضي تابعة للوزارات بالاستثمار، يعني هسه أريد الفقير اليوم يقدم على استثمار يعطونه؟